أقوام من النفايات تكدست في الكثير من شوارع الديوانية وتقاطعات الطرق والأحياء السكنية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثار حفيظة المواطنين من هذا التراجع في ملف الخدمات واتهام الحكومة بالتقصير. كاميرا الحرة وخلال جولة ميدانية في عدد من الأحياء رصدت هذه المشاهد لأقوام النفايات. ظل 3 أيام 4 أيام بالبيبان ما يرضون يشيلوها، يعني لا يدزوا لنا سياره، نقول لهم يابا تعالوا، يقول والله ما يعطونا رواتب. كل مكان تلقى النفايات موجوده، وهاي سببها الحكومه. يعني يجونهم كل 15 مره من يصير ضغط عليهم ماكو اجوي، شالوا من الاذى نص وظلت نص. تاذينا من هاي الزباله، اذتني اذيه مو طبيعي، يعني يقبلها المسؤول هاي الزباله باب بيته. ويشكو عمال النظافة من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مما تسبب بترك الكثير منهم للعمل، متحدثين عن وجود ما أسموهم بالموظفين الفضائيين حسب قولهم. الشهر الخامس البارحة اللي صرفوا لهم يعني، وهاي منا للشهر التاسع للعاشر اللي يستلمون الشهر السادس، ظلت تبطي. لو عاد الفضائيين أنا قلت لك بيهم، يعني العامل مالتنا يشتغل شغل عاملين، يعني واحد نايم بالبيت يستلم مكافأة ويستلم راتب نص الراتب، وناس تدق بهالشمس. وأزمة تراكم النفايات في شوارع المحافظة يعود إلى قلة التخصيصات المالية بشكل كبير، إضافة إلى عزوف الكثير من العمال عن العمل حسب مديرية بلدية الديوانية التي تحدثت عن حلول لتعويض النقص الحاصل في كوادر التنظيف. التخصيصات المالية انخفضت بنسبة أكثر من 60%، إضافة لهذا الانخفاض فالمبلغ المتبقي أيضا ما جاي يوصل بالوقت المحدد. يعني إحنا اليوم البارحة استلموا رواتب بعد 3 أشهر من الانقطاع. الحلول اللي موجودة في البلدية، طبعا إحنا جاي نستخدم الجهد الثقيل لتعويض النقص الحاصل في العمال. أيضا هذا أدى إلى توقف المشاريع، كون البلدية تعمل بالجهد الذاتي بسبب توقف المشاريع في المدينة. تقول الحكومة المحلية أن وزارة المالية ومنذ 4 أشهر ترفض تسليم رواتب عمال النظافة، متهمة وزارة المالية بمحاربة محافظات الوسط والجنوب بشتى الوسائل، وسط استغراب من صمت رئاسة الوزراء أمام هذه المهزلة حسب وصف الحكومة المحلية. وزارة المالية وزارة تحارب محافظات الوسط والجنوب بشتى الوسائل، وأول طريقة للمحاربة هو عدم وصول المبالغ إنه. وأنا جاي أتفاجئ من رئاسة الوزراء اللي ما جاي توضع حد لهذه المهزلة، مهزلة المحاصصة حتى في توزيع الأموال. تراكم النفايات بات من المشاهد المألوفة في الكثير من الشوارع والأحياء السكنية بعد عزوف عمال النظافة عن العمل بسبب عدم وجود الرواتب. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.